لكل بداية نهاية. بانتهاء اليوم الثالث من أيام التشريق، اللجنة الدائمة للحج والعمرة تعلن انتهاء مناسك الحج لهذا العام، حيث جاء الإعلان على لسان رئيس البعثة صالح برمة، والذي شكر السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، والذي بتدخله شخصيا تمت ترتيبات الحج في هذا الموسم على الوجه المطلوب، ولم يعاني الحجاج من أي عوائق تذكر، كما قدم اعتذاره للحجاج إذا رأوا أو لاحظوا أي تقصير من اللجنة. الحجاج من جانبهم عبروا عن شعورهم لحج هذا العام. الحمد لله السنة الحج تم على ما يرام. الحمد لله جينا كويس بأمن وأمان، والله هم رجين فبلدنا سالمين وخادمين، والله هم يردون سالمين. ونشكر أهل البلد شرفونا وعزونا، والله هم يزيد نوره، والله هم يزيد محبته. نحمد ونشكر ربنا سبحانه وتعالى جابنا هنا في الحج، وهسه رجعنا بالسلامة الحمد لله. والحمد لله إن من جينا شغلك قدر قصر لنا ولا قدر تجيبنا ولا ما فيه. وفي الختام رفع الحجاج أيديهم سائلين الله عز وجل أن ينعم البلاد بالأمن والأمان والاستقرار. ومن ثم نقل الحجاج من مشعر منى إلى مكة المكرمة حيث محل إقامتهم. والجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للحج والعمرة أعلنت بأن الرجوع إلى تشاد سيبدأ قبل الموعد المحدد سلفا، إذ أنها توصلت مع سلطات الطيران السعودية بأن الرحلة الأولى ستبدأ بعد يومين أو ثلاثة أيام من الآن.